استمتعنا جدا بالفقرات مع حضراتكم النهارده، وكل سنه وانتم طيبين، ويا ريت فقراتنا كلها تكون عجبتكم. احنا في الاستوديو هنا استمتعنا جدا حقيقة. بغنى وميك اب وفساتين، لا في تنوع غريب في الفقرات، يعني حاجه غريبه. يعني انا قعدت احضر فقرات دينا الحقيقه، عايز استفيد باي حاجه، وفقرات متميزه قوي قوي. دينا برضو قررت انها قاعده وتسمع وتنتبه هو والاخر، لان كلنا مبسوطين قوي النهارده، يوم جميل قوي على فكره. يا ريت كل ايام تبقى عيد، عارف اللي هو يبقى كله كده افراح بالظبط. كل سنه وحضراتكم طيبين، ونتمنى طبعا تكونوا استمتعتوا معانا زي ما احنا استمتعنا مع حضراتكم النهارده. يا رب، ونقابلكم دايما على كل خير. ونصيحه قالتها دينا، خلي كل ايامكم افراح وعيات. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. كل سنه وانتم طيبين.